نتكلم في الجزئية هذه. وإبراهيم القاسم أمين عام للاتحاد السعودي لكرة القدم مع زميلنا عبد الرحمن السلوم التقى فيه مراسلنا في الرياض وطرح عليه، أو في الدمام عفوا، مراسلنا عبد الرحمن السلوم في الدمام، في الرياض كان اللقاء صحيح، لأن إبراهيم القاسم في الشرقية بس توقعت نلتقى فيه في الشرقية. عموما خلينا نشوف هذا اللقاء مع عبد الرحمن القاسم، إبراهيم القاسم أمين عام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن هالجزئية وعن قضية لجنة الانضباط. أما فيما يخص معلومة لجنة الانضباط فالمعلومة غير دقيقة. لجنة الانضباط اجتمعت عدة اجتماعات منذ بدء الدوري وأصدرت عدة قرارات، وتم اختار جميع الأطراف المعنية بهذه القرارات. وطبعا اللي ممكن اختلف عن الموسم الماضي ان الرأي العام تعود انه يرى هذه القرارات في وسائل التواصل الاجتماعي. الآلية المتبعة هذا الموسم ان القرارات تصدر وتخطر بها الجهات المعنية أو الأطراف المعنية، ويتم رفع القرارات هذه وإصدارها للإعلام عن طريق الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، طبعا كما هو معمول، وهذا إجراء متبع في الاتحاد الآسيوي وأيضا في الاتحاد الدولي. لكن الموقع الإلكتروني كان فيه بعض المسائل القانونية مع الشركة المشغلة في الفترة الماضية، والحمد لله تم حل الموضوع هذا وتم إطلاق نسخة تجريبية للموقع الإلكتروني، وجاري الآن العمل على تجهيز قسم خاص معني بقرارات لجنة الانضباط، واللي إن شاء الله راح يتم الإعلان عن القرارات هذه من خلال القسم هذا. حسب معلوماتنا أستاذ إبراهيم أنه لجنة الانضباط الحالية مكونة من الأستاذ ماجد العريني رئيسا، الدكتور عيسى العيسى نائبا، وعضوية كل من فيصل الداود، طلال القحطاني، وعبد العزيز العريفي. صحيح، لكن فيما يخص نائب رئيس اللجنة اللي هو الدكتور عيسى العيسى قدم اعتذاره قبل بداية الموسم، نظرا لظروفه الخاصة وظروفه العملية فتم قبول الاعتذار، وبإذن الله طبعا من وقت ما قدم استقالته إلى الآن لم يتم انعقاد جمعية عمومية، وتبعا طبعا للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم أن تقوم الجمعية العمومية بالمصادقة على تشكيل وإعادة تشكيل اللجان القضائية. فسيتم إن شاء الله في الجمعية العمومية القادمة في شهر نوفمبر إن شاء الله المصادقة على البديل الدكتور عيسى العيسى. يعني الدوري الآن بدأ صار شهر وشوي واللجنة ماشية بدون نائب، وبعدين نقعد لغاية نوفمبر، يعني يكون مضى 3 شهور من الدوري اللجنة بدون نائب. طيب نشوف الأستاذ إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد كرة القدم يكمل حديثه. طبعا بالنسبة للقضايا الخارجية تلقينا قرارات، لا لكن تلقينا مخاطبات، طبعا صور من المخاطبات اللي تتم بين الفيفا وبين الأندية السعودية كإجراء متبع، أن دائما الاتحاد الدولي لما يخاطب الأندية يرسل صورة إلى الاتحاد التي تقع الأندية هذه تحت مظلته. طبعا جاتنا مخاطبات، لكن اللي أقدر أقوله أن الحمد لله يعني فيه تطور ملحوظ في مسألة قضايا الأندية الخارجية. إلى الآن ما في قرارات، هي مجرد قضايا منظورة ويتم فيها الأخذ والرد. مثل ما ذكرنا أن الحمد لله يعني التطور ملحوظ في تعاطي الأندية مع هذه القضايا، وفي تعاطي الأندية أصلا مع مسببات هذه القضايا، فما عدنا نرى ولله الحمد العدد الكثيف من القضايا اللي كنا نراه في السابق. أيضا الأندية أغلب الأندية الآن متعاقدة مع مكاتب محاماة متخصصة في القانون الرياضي، وأيضا الاتحاد السعودي أعلن عن دعمه لأندية الدرجة الأولى وأندية الدرجة الثانية بمبالغ مخصصة لهذه المكاتب. فمن ناحية قرارات لا يوجد قرارات حالية على الأندية السعودية، ولكن هناك مخاطبات بين الأندية السعودية وبين الاتحاد الدولي. أستاذ إبراهيم، بسبب استقالة الدكتور عيسى العيسى كنائب لرئيس لجنة الانضباط، هل هذا سبب تعطيل العمل في الفترة الأخيرة؟
طبعا استقالة نائب الرئيس لا تؤثر على عمل اللجنة نظاميا، فطبعا بالعودة إلى لائحة الانضباط تعتبر اجتماعات لجنة الانضباط قانونية ويكتمل نصابها بحضور 3 أعضاء، وحاليا الموجودين طبعا موجود الرئيس وبالإضافة إلى 3 أعضاء، فالنصاب مكتمل، لذلك يتم انعقاد الاجتماعات بشكل نظامي وشكل قانوني واتخاذ القرارات أيضا بشكل نظامي.